مركز إعداد الأولمبي بيضيف لنا كل إشي بيحتاجه الرياضي، من تجهيزات، من صالة، من ناحية طبية، ناحية غذوية، أي دعم، أي إشي بيحتاجه الرياضي بيوفر لنا إياه مركز الإعداد الأولمبي. وجودي في مركز إعداد الأولمبي هذا يعني أني من اللاعبين الأداء العالي، وهذا طموح كل رياضي في الأردن. مركز الإعداد الأولمبي كان فكرة وما كانت صارت على أرض الواقع إلا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبدعم من سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية. هاي الفكرة إجت فعلياً بال2016 بعد حصول الأردن على أول ميدالية أولمبية ذهبية من لاعب التايكوندو العظيم أحمد أبو غوش. بعد هذا الإنجاز التاريخي إجت الحاجة فعلياً لوجود مركز ليحتضن لاعبينا للوصول للأداء العالي. إحنا طبعاً كثير فخورين بوجود مركز مثل هذا المركز لرياضيينا في الأردن. هذا المركز موجود فيه خدمات كثير كبيرة للرياضيين ولاتحاداتنا الرياضية، منها من أهم هاي الخدمات فعلياً اللي منقدمها للرياضيين عندك الخدمات الطبية، الخدمات التغذية، خدمات اللياقة البدنية، وجود زي هاي الصالة الرياضية متعددة الاستخدامات، وجود صالة للياقة البدنية مع برامج لياقة بدنية ومتابعة حثيثة فعلياً من فريق كامل بتابع كل الرياضيين اللي موجودين سواء أداء عالي أو حتى اللي عندهم الفرصة إنهم يوصلوا للأداء العالي. هذا المركز وجوده في الأردن هو فعلياً حافز كتير كبير للاعبينا ولاعباتنا في الاتحادات الرياضية وفي الأردن بشكل عام. شبابنا وشاباتنا حالياً بحتاجوا لدعم للوصول للدعم الرياضي، خلينا نقول للوصول للمراكز المتقدمة في من خلال تمثيلهم للأردن برياضات مختلفة في بطولات مختلفة سواء عربية إقليمية وعالمية زي الأولمبياد. إحنا وصلنا لمرحلة واصلين بالأداء العالي للأولمبياد، وإحنا نطمح فعلياً لحصد العديد من الإنجازات في وتمثيل الأردن بأحسن صورة في المحافل مثل الأولمبياد. وجود زي هذا المركز للاعبين والدعم هذا للاعبينا ورياضيينا مبين بإنجازاتنا الخارجية. يعني إحنا بالفترة الماضية فعلياً إنجازات لاعبينا الله يعطيهم ألف عافية سواء عربياً، إقليمياً، عالمياً، أولمبياً، فعلياً بتبين هذا نتائج هذا الدعم. خلينا نقول عندك هلأ حالياً إحنا بسنة أولمبية، سنة أولمبية متأهل لغاية الآن 9 لاعبين لأولمبياد باريس 2024. القسم الطبي باللجنة الأولمبية الأردنية هو قصة نجاح نقدر نقول إنه انولدت من رحم معاناة وألم. للأسف ب 2013 فقدنا اللاعب قصي الخوالدة، وب 5/1/2014 انطلقت مبادرة قصي تيمناً باسم اللاعب، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. المبادرة كانت تهدف لتأمين معالجين مع المنتخبات الوطنية. بعدين بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية مبادرة قصي كبرت وصارت قسم طبي رياضي باللجنة الأولمبية. القسم الطبي معني بشؤون الصحية للاعبين، من عمل فحوصات طبية، تأمينات طبية، إجراء علاج تأهيلي للاعبين في حالات الإصابة،
بالإضافة لإعطائهم برامج نسميها prevention protocol اللي هي برامج الحماية من الإصابات. كمان إحنا بنعطيهم دورات بخصوص المنشطات، بنحاول دائما نخلي رياضتنا نظيفة من المنشطات وآمنة على اللاعبين. حاليا إحنا الحمد لله رب العالمين أخذنا اعتمادية جمعية القلب الأمريكية لعمل مركز. هذا المركز يهدف لتدريب القطاع الرياضي كامل على الإسعافات الأولية وعلى الحفاظ على حياة اللاعبين. تكللت هاي الجهود بأن ينعم جلالة سيدنا بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى وتسليمه إلى اللجنة الأولمبية الأردنية في عيد الاستقلال، والذي يصادف أيضاً اليوبيل الفضي لجلالته. هذا الوسام هو فخر لكل رياضية ورياضي في الأردن، لكل العاملين في القطاع الرياضي في الأردن، وهو حافز كبير للاستمرار في الإنجاز ورفع راية الأردن في كافة المحافل العربية والدولية إن شاء الله.